بالله عندي أنا حامل الحين في الشهر التاسع. نعم. ولما معناتها في الشهر الثامن ظهر لي سكر الحمل. نعم. وقال لي الدكتور معناتها ما عليك الصيام. نعم. لأني أنا أخذ الدواء معناتها في الصبح في الغداء وفي العشاء. نعم. الحين أنا لما سألت المفتي قال لي لازم عليك أنت إفطار صائم. دفعت أنا أوريدي 600 درهم في الهلال الأحمر، بس في مين يقول لي لازم كمان معاه القضاء. أنت تستطيعين أن تقضي؟ أي أنا معناتها بعد إن شاء الله، الحين أنا لسه ما ولدت، بس ننتظر بعد الولادة نشوف هل حيظل سكري ما يظل، ما نعرف لغاية الحين. أي خلاص بإذن الله تعالى تقضين بعدما إذا شفيتي وتعافيتي تقضين أنت.